تحية لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تحضرونا. حلقتنا اليوم مكملة ورح تكون بداية فقراتنا المنوعة مع اختصاصية التغذية كلودين الطيف لنحكي عن موضوع بهم كتير من النساء خاصة بفصل الصيف وهو السليليت بالجسم، ونجاوب على كتير أسئلة كلنا بنسألها. كلودين أهلا وسهلا فيك. هاي ريتا، الحمد لله. ما بعرف اذا سمعتينا بالمقدمه، مثل ما ذكرنا اليوم رح نحكي نحن وياك عن السليوليت، هالموضوع اللي بهم كثير من النساء خاصه بفصل الصيف. بتعرفي هلا مع البحر والتياب الصيفيه، فهيدا الموضوع بهم كثير من النساء وحتى اوقات الرجال. كلودين، السؤال البديهي اللي بنساله بالاول، يعني شو هو السليوليت وشو الاسباب اللي بتدفعه لظهور بالجسم؟ هنحكي شوي عن شو هو السليوليت. اول شيء في كثير عالم بتخاف من السليوليت، كثير بنات بخافوا بيعملوا كثير مثل ستريس وقت يشوفوا سليوليت بالجسم. صحيح. في 80 ل 90% من نحن النسوان يعني بكون عندنا سليوليت. هو سليوليت بنقول له مثل الاورنج بيل، يعني كيف القشره تبع الاورنج بيكون في مطبات بالجلد نقشع فيها مطبات مثل قشره الاورنج. أو حتى بنقول لك كوتج تشيز كان، يعني كمان مثل القريشه بتبقى هيك مقرشه بالجلد. هو شو بيصير؟ نحن بجسمنا في عندنا العضل، اوكي، فوق العضل بيجي طبقه من الدهن وفوق طبقه الدهن بيكون عندنا الجلد. نعم. مع العمر ممكن الجلد تترهل او تخسر الالاستيسيتي تبعها، يعني تخسر الليونه. نعم. الليونه. وكمان نحن مع العمر ممكن نخسر كميه العضل تبعنا. شو بيصير؟ بيصير طبقة الدهن يلي هي بالنص بين العضل والجلدة بتصير عم تدفش فوق على الجلدة وبتصير يبينوا المطبات طبعا. هلا نحن بنبين عند النساء أكثر من الرجال لأنه تركيبة الجسم تبع الرجل هي بتجي غير عن النساء. حتى السكن تبعهم بتكون هي أسمك من السكن تبع النساء، منشان هيك بنشوف السليوليت أكثر عند النساء. هلا في عندنا كمان مسبب هو اساسي اللي هو كمان الجيناتيك، العامل الوراثي اللي هو مسبب كثير. بكون نحن بكون عندنا بالعائله عالم او اهلنا او حدا من العائله عنده سليوليت بنشوف نحن عندنا سليوليت كمان. اوكي. ريت بدي اقول شغله، ممكن نكون نحن كثير ضعاف وعندنا سليوليت. رح اسالك عن الموضوع اكيد، بس انا بالاول بدي اعرف وين اكثر مناطق بالجسم معرضه لظهور سليوليت. يعني بنعرف يمكن منطقه الارداف، منطقه بلك الايدين، وين اكثر هيك مناطق بيظهر فيها سليوليت خاصه عند النساء؟ احنا بنشوف السليوليت اكثر شيء بالايدين وبالاجرين وسمتايمز على منطقه البطن. هو المناطق اكثر شيء ببين فيهم السليوليت، وخاصه لانه نحن النساء ببين عندنا كمية الدهون بهول المناطق، سو كمان منشان هيك بيبرز عنا السليوليت بهول المناطق. اوكي، بما انه عم تقولي انه السليوليت هو نتيجه يعني الليونه تبع الجلد بتخف مع تقدم العمر، يعني مزبوط كل ما تقدمنا بالعمر كل ما زادت السليوليت بالجسم، زادوا وصاروا بارزين اكثر، صحيح هيدا الموضوع؟ صحيح هيدا الموضوع، مع العمر ممكن نشوف سليوليت اكثر من قبل، بس في كمان اشخاص هن صغار بالعمر ببين عندنا سليوليت. صح. لانه في عامل وراثي، في اذا نحن جسمنا منه صحي يعني عندنا كميه دهون عاليه، واذا كمان عندنا كميه عضل واطيه، سو الدهن دغري ببين والعضل ما عم بيشد الجلد، سو ببين دغري الدهن. عن اي عمر عم نحكي؟ اذا عم نحكي بعمر صغير، عن اي عمر اصغر شيء معقول؟ ما فينا نقول، لانه في عامل وراثي حسب الشخص، حسب جلده كيف، حسب جسمه كيف، من شو مركب، حسب اذا عنده كمان ووتر يعني احتباس بالمياه، ووتر ريتنشن، اذا عنده يعني كمان اذا ما عندنا مي مضبوط بالجسم، يعني في كذا عامل ما فينا نحدد من اي اعمار وما فينا نحدد اكثر شيء اي اعمار. بس في 80% من النساء عندهم سليوليت، هيدا شيء كثير طبيعي. فيها تكون الوحده ضعيفه عندها سليوليت، فيها تكون هي شوي عندها مليانه وعندها سليوليت، يعني فينا نشوف السليوليت عند الاثنين. خلينا نحكي عن هالنقطة كلودين، مفارقة انه في كثير من الاشخاص السيدات خاصة بيكونوا ضعاف ما عندهم وزن زائد بس بيعانوا من السليوليت. بيعانوا من السليوليت لانه نرجع على كمان العامل الوراثي، بيكون حدا من العائلة بتكون السكن تبعهم رقيقة وما عندها الاستيسيتي، يعني بيكون ما عندها كولاجين، عشان هيك كولاجين
كثير بيساعد، بيخسر الجلد الكولاجين تبعه، بكون الشخص ما بيشرب كثير مي، بكون ما كثير عنده عضل. وقت يكون عندنا عضل، وقت بنمرن عضلاتنا، العضل بشد الجلده وببطل فيها المطبات، بتبطل تبين على البشره. منشان هيك اهم شيء انه نعمل اكسرسايز ونمرن جسمنا. نمرن جسمنا بأي طريقة، يعني نشتغل كارديو، كمان نمرن عضلاتنا، كل ما بنكبر الكتلة العضلية كل ما بتشد الجلدة معها، لأنه عم تنفخ بتشد الجلدة معها، بتبطل المطبات أو الأورنج بيل سكن بتبطل تبين على البشرة. يعني مزبوط إنه وحدة من الحلول بلكي لنتخلص من السلوليت هو إنه نعمل سبور، يعني هي النقطة مزبوطة. أكيد هيدي نقطة كثير مزبوطة، وهيدي لازم نتبعها على طول، هنكون صحيين من كل النواحي، مش بس للسلوليت، كمان على كل مشاكلنا الصحية بنقدر نحلها كمان بالسبور، بيساعدنا كثير حتى نتخلص من كثير مشاكل. تعرفي كلودين، اخترنا موضوعنا اليوم لأنه للأسف كتار من السيدات بينزعجوا من السلوليت بالجسم، وبحسوا حالهم أنه هن الوحيدين اللي بيعانوا من هالمشكلة، بوقت يمكن كتار، يمكن كل السيدات، كل النساء عندهم سلوليت، بعضهم بيكون ظاهر أكتر من غيره. فكمان هم بدنا نوجه رسالة لكل النساء والصبايا، خاصة الصغار يلي عم بيحضرونا ويلي عم بيعانوا من السلوليت، أنه هيدا أمر طبيعي جدا، موجود بكل الأجسام، فينا نتخلص منه، يمكن مش نهائيا، نخفف شوي من حدته أو من ظهوره، بس ما نحس بقلة ثقة بحالنا بس يكون هيك، يعني منعاني من هيدا الموضوع. مضبوط ريتا، مثل ما حكينا بالحلقة الماضية أنه السوشيال ميديا كثير عم بتأثر على نفسية النساء، وخاصة أنه نشوف على طول أجسام حلوة، على طول نشوف صح أجسام متعجات وبشرة مالسة مشدودة. مضبوط، سو نحن على طول بس نشوف نحن جلدتنا منا كثير صحيه، منا صحيه مش صحيه، يعني منا ظاهره بطريقه حلوه، على طول عم ننتقد حالنا او على طول عم نحط كثير برشر على حالنا، بس هيدا مش امر كثير طبيعي، فينا نحن بنخففه بس ما فينا هي او نلغيه بالكامل. في كثير طرق نحن نساعد حالنا، خاصة انه نتبع نظام غذائي صحي. شو يعني نظام؟ يعني نحن اذا عندنا وزن زايد او اذا عندنا دهون زايده، sometimes بكون نحن عندنا وزن طبيعي بس نسبه الدهون بتكون عاليه بالجسم عندنا، لان نحن لو نحن ضعاف بتكون نسبه الدهون عاليه. صحيح. اهم نتبعها انه نخفف من الدهون بالجسم باتباع نظام غذائي صحي بناسب جسمنا، بالتخفيف من الدهون المشبعه، بالتخفيف من اكل السكريات، كمان نكثر من شرب المي، نكثر من اكل الخضره والفواكه، حتى الخضره والفواكه الملونه، يعني ننوع بالخضره والفواكه لانه فيهم انتي اوكسيدنت بيساعدوا الجسم، نشرب كثير من المي تكون تناسب جسمنا تنخفف من احتباس المياه، يعني هو كمان بياخذوا الجسم وبيحتبس المياه وقت نحن ما عم نعطيه المي كفايه. كمان بدنا نتبع نظام رياضي صحي، لانه كل شخص بحاجه يكون اكتف ويتحرك، ونكتر او نقوي الكتله العضليه بالجسم حتى تساعد جسمنا يحرق اكثر، يحرق دهون اكثر ويكون صحي اكثر. وقت تكتر الكتله العضليه بتشد الجلده معها، ببطل يخف نسبه السلوليت او بتصير نشوف السلوليت اقل. واكيد البشره بتكون مشدوده اكثر. كلودين، بتعرفي على السوشيال ميديا في كثير من ما بعرف البيجات او الاكونتس اللي بتحكي عن هذا الموضوع وبتعطي نصائح غذائيه او صحيه للفولورز، وفي كثير يعني محلات بيحكوا عن انواع من الفواكه او من الخضره او من الماكولات اللي هي بتكسر السلوليت بالجسم، قد ايه هذا الشيء صحيح؟ وهل مزبوط في انواع معينه هي او محدده هي بتساعد على انه السلوليت يكون اقل بالجسم؟ ريتا، نحن لازم نتبع مثل ما قلت، يعني نحن اذا اكلنا خضره وفواكه بغض النظر عن شو نوع الخضره والفواكه، اخذنا الياف كثيره، نحن بنكون بهالطريقه عم نجرب نخسر وزن، عم نجرب نخسر الدهون الموجوده بالجسم، بلا ما نتبع نقول انه هذا النوع من الاكل حيعمل معجزه، وفي بقولوا خلوه طلع الكرز واشربوا ميته وعملوا هول. ايه 100% عم بحكي عن هودي النصائح يلي بيعطوها وبتبقى يمكن منا مضبوطه.
كل هول النصائح هي بترجع بتصب بخانة واحدة اللي هي اتباع لنظام غذائي صحي تعال نقدر نتخلص من دهون الزايدة بالجسم. وقتا نحن نظام غذائي صحي خاص بجسمنا نحن مش خاص بجسم آخر، كل مرة بشدد على ذات الموضوع، أنا بخسر الدهون يلي هي بجسمي وبخسر شوية وزن وبعلي الكتلة العضلية بالجسم، ما ضروري أشرب زوم ما بعرف شو، هول كلهم قصص ما حد وصلنا لا نتيجة سريعة. نحن حنرجع على ذات الشيء، أنه نكثر خضرة وفواكه، نكثر مي، نخسر دهون، نبعد عن الدهون المشبعة اللي هي موجودة بالأكل من زبدة وسمنة وكل هول القصص، ونخفف السكريات كمان لا نحن نوصل لوزن صحي، وزن كمان بالدهون صحي مش وزن أوفر أوفر صحي. كلودين، الأشخاص اللي يمكن هذه النقطة كمان ذكرناها الأسبوع الماضي، الأشخاص اللي ما بحبوا يعملوا تمارين رياضية وما يمكن ما عندهم وقت حتى، شو بتقولي لهم؟ كيف فيهم يروحوا لحل تاني يكبروا فيه العضلات بالجسم تيخف السيلوليت؟ هلا بما انه نحن كمان بالبيت وبما انه كمان في سوشيال ميديا في اونلاين في كثير قصص نقدر نحن نتفرج عليها على التلفزيون على يوتيوب نستفيد منها، في ممكن قصص كثير تكون 10 دقائق ربع ساعه، ممكن نرقص، ممكن في كذا طريقه نقدر نحن نستعملها او كذا نوع سبورت نحن نقدر نستعمله يكون نحن بنحبه ما يكون قصص لنا وما ياخذ كثير وقت وما ضروري نظهر من البيت، يعني كمان هون عم نستفيد من السوشيال ميديا، عم نستفيد من كل القصص والمعلومات الموجوده على الانترنت لا نقدر نحن نحسن حياتنا. فينا نلاقي حيلا طريقه، فينا نلاقي حيلا شيء في كثير حيلا شيء فيه حركه، ما يكون في خمول باللايف ستايل تبعنا. بده يكون في حركه فنقدر نحن نساعد هالكتله العضليه تحافظ على صحتها وحتى اذا بنقدر نحن نكبر مش نخسر الكتله العضليه. نعم كلودين، رح انهي انا وياك بنقطة ما بعرف قد ايه قادرة تجاوبيني عليها او باختصاصك. للاسف كثير من العلامات التجارية بتسوق لكريمات بانه هي بتخفف السيلوليت، اذا عملنا مساجات للبشرة او ادوية يمكن بياخدوها حبوب كمان بتخفف السيلوليت، شو رأيك بهيدي النقطة؟ الدراسات اثبتت انه ممكن الليزر شوي يخفف من ظهور السيلوليت، هلا الكريمات هي بتستعملي مساج للجلد عم بتخففي من احتباس المياه، ممكن يخفف شوي من السيلوليت، بس نحن عم نوقف هول المساجات عم يرجع يظهر السيلوليت. فنحن مع اتباع نظام غذائي صحي، مع زياده الرياضه فينا نستعمل الكريمات، فينا نلتجئ لهول القصص، بس هن هول ما بيكونوا الحل، هول ما حيخفوا لنا السيلوليت حيكون موجود، نحن نقدر نخفف قد ما فينا من السيلوليت اذا قطعنا كل هول القصص. والحبوب يلي يقال انه هي بتكسر الدهون مثلا بالبطن او بالارداف مزبوطين؟ انا ضد الحبوب، ما بحب وكل الاشخاص اللي بيجوا لعندي يعرفوا انه انا ما بحب الحبوب، ما بحب ولا حدا ياخذ حبوب از لونج نحن عندنا اراده فينا نقدر نعمل شوية أفر لنحسن طريقة حياتنا واللايف ستايل تبعنا بلا ما ناخذ حبوب، لأنه كل هول القصص عندهم سايد افكتس، عندهم قصص ممكن تأثر على صحتنا. از لونج نحن فينا نتبع ونعمل شوية أفر لنكون صحيين ما في لزوم ناخذ حبوب. بالختام بدي رسالة منك هيك نرجع شوية نحكي مع الصبايا والشباب يلي عم يسمعونا عن السيلوليت، هيك رسالة بلكي تعطيهم ساعة أكثر بحالهم. السيلوليت هو شيء كثير طبيعي وممكن نحن نشوفه على جلدنا على عمر صغير او عمر كبير، كل شيء بدي اقول لكم اياه انه تضلكم اكتف، تعملوا رياضه وتتبعوا نظام غذائي صحي يناسبكم حتى نخسر قد ما فينا كميه من الدهون بالجسم ونضلنا صحيين. كلودين التيف اختصاصيه التغذيه، شكرا لك وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها.